جمعية صفاقس المزيانة تسعى إلى حماية المدينة العتيقة بصفاقس عن طريق حملة تحسيسية لمزيد الاعتناء بها وبجماليتها، كما تهدف إلى إدراجها ضمن التراث العالمي، وذلك عبر إحياء تظاهرة تنشيطية عالمية بصفاقس في 21 سبتمبر الجاري. وهذا اللقاء مع مختلف شباب المجتمع المدني بصفاقس استعدادا لهذه التظاهرة التي ستضم 2400 شخص يكونون سلسلة بشرية تحيط بسور المدينة العتيقة. البلاد العربيه صراحه حلوه خاطر هي نورمالمون تكون تخو بريزونت التراث نتاعنا كل شيء، مي اون فوا ريان اون فوا كو لي معناتها الاسواق وكل شيء، مي التراث ما عادش فما، فهمت؟ معناتها فقدت القيمه نتاعها. انا نشوف دونك هذه فرصه باش تعاود تاخذ الفالور نتاعها وتعاود صفاقس تولي مزيانه. اتوقع البرنامج باش ينجح على خاطر الصفاقسيه كلنا ملمومين، نحبوا بعضنا، نحبوا صفاقس تشعل العالم. ماذا بينا احنا ديما نعملوا هكا ليزيفينمون كيف هكا باش نوعيوا كوسوسوا الشباب كوسوسوا الكبار كوسوسوا الصغار، باش تكون ديما صفاقس تحفونا قدام عينين العباد الكل. بالاكيد انه مش تكون فما صعوبات، هذا في اي تظاهره حتى في العالم حتى في دبي مش يلقاو صعوبات، لكن احنا وظيفتنا لهنا سيكون تعديوا الصعوبات هذه. لا لشيء انه تولي بالحق صفاقس نهار اخر مزيانه، نطمحوا انها تكون صفاقس برشلونه علاش لا؟ نراو فيها الناس تخرج في الليل تحوس كذا، ان شاء الله بالايفينمون هذا اول خطوه. هذه التظاهره التنشيطيه تهدف الى احياء مدينه صفاقس ليلا وتنشيطها واشعاعها على محيطها اقليميا ودوليا، كما تصوره الناشطون بجمعيه صفاقس المزيانه. فما ثلاثة أهداف أساسية، الهدف الأول هو الحرص على أن مدينة صفاقس تكون دائما متميزة وإظهار قدرات أبنائها على تنظيم تظاهرات تحشد عدد كبير من الأشخاص من المدينة ومن خارج المدينة. النقطة هذه مش تدعم حظوظنا في العديد من المشاركات الدولية كما ألعاب البحر الأبيض المتوسط، كما الألعاب الفرنكوفونية، كما مختلف الملفات اللي عندها علاقة بالنشاطات الدولية الكبرى. أيضا التركيز على مدينة صفاقس وعلى سور مدينة صفاقس مش يكون حافز على دعم حظوظنا في المشاركة في ملف اعتبار مدينة صفاقس من التراث العالمي لليونسكو. النقطة الثالثة وهذه نقطة قصيرة المدى هو أن نثبت أن صفاقس قادرة باش تحتفل باش تفرح رغم التحديات الكبار اللي تمر بهم بلادنا والمدينة خاصة، إلا احنا قادرين على أن نصنع الفرحة في كل وقت. ربما يحقق هذا الشباب ما لم يحققه السياسيون لأجل تنمية مستدامة وحياة أجمل ولأجل صفاقس مزيانة.